يمكننا اليوم اننا نفتخر اولا بهذه المبادره لانها تاتي في واحد السياق مهم، سياق اللي بلادنا مقبله على واحد العدد ديال التطورات على المستوى الدولي. بطبيعه الحال الجانب التواصلي والجانب الاعلامي مهم لهذه التدهورات. بالتالي فأي مبادره من اجل مزيد من تنظيم عمل وسائل الاعلام وضبط هذا المجال فهي بطبيعه الحال ما يمكن تكون الا عندها واحد القيمه مضافه، سواء بالنسبه للمجال الاعلامي بما يشمله من توفير المعلومه يعني المهنيه بشكل منظم، ولكن كذلك بالنسبه للصوره، صوره المغرب وصوره الصحفي المهني المغربي اللي هو صحفي يكيد ويجتهد ولكن دائما محتاج الى ان نواكبه وان نوفر له الاطار الامثل للعمل وحتى يكون اداؤه بطبيعه الحال اداء يفيد المهنه ويفيد الراي العام في الوصول الى المعلومه، خاصه في المجال الرياضي اللي كنعرفوا بانه كاين واحد الاهتمام كبير من طرف الراي العام، عنده جمهور واسع. وبالتالي فما يمكننا اليوم الا نهنئوا الجمعيه والشركاء ديالها على هذه المبادره اللي حقها شملت الجوانب التنظيميه ولكن كذلك الجوانب الاخلاقيه اللي هي مهمه في هذا المجال. وشكرا لمتمنياتنا لكم بالتوفيق وان تكون هذه المبادره مفتاحا كذلك لمزيد من المهنيه في المجال الاعلامي. شكرا. شكرا شكرا سي أنجار. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.